لا، أنا أعتقد بأن هناك تخوف من الدولة تجاه قضايا حقوق الإنسان. يجب أن نتعامل معها بنوع من الاحترام وبنوع من القبول. وجود مظاهرة لا يعني أنها ضد النظام، وجود مظاهرة لا يعني أننا ستمس بالاستقرار، وجود مظاهرات طبيعية جدا داخل مجتمع يتكون من أكثر من 30 مليون شخص. من حق البعض أن يتظاهر، من حق البعض أن يعطي رأيه. ليس من الضروري أن نتعامل مع أي تقرير جاء من دول العالم أو من منظمات دولية بنوع من العنف وبالرد، ونجيش الحكومة ونجيش المجتمعات والمنظمات ليرد عليها. هذه أشياء لا تقبل بعد الآن، لأنه الآن أصبح وسائل التواصل الاجتماعي تفضح كل شيء. لذلك يجب أن نتعامل مع الأمور بهدوء. كما تكتب التقارير على المغرب تكتب على فرنسا، تكتب على إسرائيل، تكتب على أي دولة أخرى. وإلا لنسأل، حينما نتكلم عن التصوير في المغرب ونحولها إلى فضيحة، ماذا سنقول عن أمريكا حينما أصبح الرئيس الأمريكي يتكلم عن التصوير الآن؟ هذه المشادات السياسية يجب أن نتعامل معها بهدوء. وإذا كان هناك صحفي يكتب برأيه، وماذا سيغير؟ إذا يعطي رأيه وانتهى المجال. لذلك أنا أطلب أن نتجاوز جميع الملفات التي تعتبر ملفات حقوقية في المغرب. نعم، أنا هذا الملف أخذه بجدية، وفي جميع الاجتماعات التي حول الانتخابات أطرح هذا الموضوع. وأنا أعتبر أنه يجب الذهاب للانتخابات بنوع من الفرش السياسي. يجب أن نعطي الفرصة لهذا الشباب أن يعبر أولا، ثانيا أن يختلف معنا، ثالثا يجب أن نعلمه ما يسمى بالثقافة المدنية. يعني يمكنك أن ترفض، يمكنك بهدوء، ولكن لا يجب أن نتعامل مع بعض ردود الأفعال العنيفة التي تأتي من بعض الشباب أو من بعض المظاهرات بعنف المقابل. الدولة ليس لها الحق تستعمل العنف الله مشروع، لا لها الحق تستعمل العنف المشروع، وبناء عليه يجب أن تمر. بالنسبة للريف أنا طلبت بالإفراج عنهم وسأظل أطالب بالإفراج عنهم، وما زلت أتمسك وأقول أنهم معتقلين سياسيين، وحتى الذين أفرجنا عنهم يجب أن يدمجهم في المجتمع. لذلك أنا أدعوهم إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة. يريدون أن يدافعون على حقوق منطقة الريف وعلى المصالح الاجتماعية والاقتصادية، هذه فرصة. أنا على الأقل طلبت من الإخوان في الحزب أن يفتحوا المجال لمعتقد الريف الذين حصلوا على العفو لكي يرشحهم في جميع اللوائح إذا عبر أحد عن رغبته. أنا أحترم رأيهم إذا لا يريدون، ولكن إذا أرادوا فنحن سنفتح عليهم وسنعبر وسنعطيهم فرصة لكي يترشحوا وأنهم يمارسون المعارضة من موقع مؤسساتي. أولا أنا أطلب بالإفراج عنهم، وإذا كان أحدهم يريد أن يترشح باسم الحزب أنا سأحاول سأبحث من الناحية القانونية، ولكن ليس عندي مانع أن أرشحهم حتى للبرلمان بما فيهم السي الزفزافي، بما عم جاء إذا أعلن أنه يريد أن يترشح بسمية الحزب سأطالب وسأدافع من أجل العفو عنه حتى أقدم المرشح للانتخابات المقبلة أمام في الانتخابات المقبلة البرلمانية، وأعطيه فرصة لكي يدافع عن مصالح منطقة الحسيمة ونواحيها على مستوى البرلمان وعلى مستوى المجلس المستشارين وعلى مستوى الجهة، وسأكون مستعدا لذلك. وأنا أقولها للزفزافي فرج الله عنه في أقرب الأجل، وقد قلت أكثر من مرة بأنني أطالب صاحب الجلالة في الموضوع، لأنه العفو هو بين يدي صاحب الجلالة، وأنا عندي أمل سيد الله، عندي أمل. وكذلك أنا مستعد، أقوله من الآن أنا مستعد أن أدمج جميع المعتقلين السياسيين الذين أفرج عنهم أو جلهم أو بعضهم كما يريدون، وكذلك القيادات السياسية الموجودة في الشل أن أدمجهم في الحزب وأن يكونوا مرشحين للبرلمان المقبل، وتأكدوا من ذلك أنه هذه تدخل في إطار مسؤولية الوطنية، وكذلك في إطار قناعة الحقوقية، وكذلك في انفتاحية على جميع القوى التي يمكن أن تساهم في بناء هذا الوطن. فإذا كان هؤلاء الأشخاص ناضلوا ووقع ما وقع من أجل الريف للرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي كما كانوا يقولون، فنحن منفتحون على أن يتم ذلك عن طريق الحزب، ويتأكدوا بأنني سأحترم آرائهم حتى داخل الحزب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.